اولا ان شاء الله بدنا ننشئ قاعده بيانات. عشان ننشئ قاعده بيانات هروح على مين؟ قاعده بيانات، هنشئ ماي او ويب اندرسكور دي بي بالشكل التالي. كوليكشن بدنا اياه يو تي اف 8، ركزوا عليه، يو تي اف 8 يونيكود سي اي عشان يدعم اللغه العربيه. تكوين بالشكل التالي، صار عندي قاعده بيانات اسمها ايش؟ ويب دي بي. بعدين حنشئ جدول اسمه يوزرز اندرسكور تي بي ال، بيحتوي على 6 كولون تنفيذ. اول واحد عباره عن اي دي، طبعا عباره عن ايش؟ برايمري كي واوتو انكريمنت. ايش يعني برايمري كي؟ مفتاح اساسي، اوتو انكريمنت ترقيم تلقائي. بعدين عندي اف نيم عباره عن فار كاركتر 150، ادرس عبارة عن بار كاركتر 150، ايميل عبارة عن بار كاركتر 150، والايميل يونيك. ايش يعني يونيك؟ لا يتكرر. طبعا انا عملت مين اليونيك؟ يونيك يعني كل شخص في العالم له ايميل مختلف عن الثاني، تمام؟ وبرضو هنا ايش عندي؟ ممكن الفون، رقم الهاتف عبارة عن فار كاركتر 110. هاي حفظ، صار عندي جدول بالشكل التالي. هدخل بيانات من ادخال، هاي الجدول، هروح على ادخال، هدخل هنا هاي علي ساكن في غازة، علي at a.com 0599 صاروا 10. طيب بعدين هاي نادر ساكن في خان يونس، na@a.com، وهنا 0 رقم الهاتف، تمام. وبعدين تنفيذ. صار عندي كم ريكورد في الداتابيس؟ 2. طيب الخطوة الثانية هروح على مين؟ على السبلاي مؤقتا. مش موجود السبلاي. الخطوة الثانية بدنا نروح ننشئ فايل نيو بروجكت. هختار مين؟ بي اتش بي. طبعا بي اتش بي ابلكيشن لانه ما عنديش قبل هيك بي اتش بي ابلكيشن. نيكست. هختار او هحدد مكان التخزين اللي هو على قرص السي، اكزام اتش تي اكسس او اتش تي دوكس، تمام. هسميه هنا ايش؟ ماي سايت بالشكل التالي. هخزن كل شغلها. طبعا هختار بي اتش بي 4.7 والترميز يو تي اف 8 فينش. صار ايش عندي يا جماعه؟ صار عندي مجلد بالشكل التالي. هروح اعمل في نيو بي اتش بي فايل. هذا الفايل هسميه ايش؟ داتا بيز دوت بي اتش بي. لاحظوا ايش عمل؟ عمل لي ملف بي اتش بي. الآن الخطوة الأولى حكينا ايش بدي؟ بدي أعرف فانكشن، مظبوط؟ اسمه كونكت، صح؟ كونكت حكينا باخذ أربع متغيرات. أول حاجة داتا بيز، الهوست بيساوي لوكال هوست، وهي الت مع كنترول مع السهم اللي تحت عفوا كنترول مع شيفت مع السهم اللي تحت، ايش بيعمل؟ بنسخ. طيب بعدين هنا يوزر نيم روت باسورد.
فاضي، باسورد فاضي. طيب اخر حاجه ايش عندي؟ الداتابيس دي بي نيم اللي هي ايش اسمها؟ ويب اندرسكور دي بي اللي انا انشاتها قبل شوي. بعدين احكي له انا كون متغير جديد بيساوي ماي اس كيو ال اي اندرسكور كونكت. لاحظوا هي شايفينها ايش بتاخذ؟ الهوست واليوزر نيم والباسورد والداتابيز نيم. هفتح جوس، حاجه اخذ اول واحد مين؟ الهوست فاصله، الثاني اليوزر نيم، فاصله الباسورد، واخر حاجه مين؟ اسم الداتابيز اللي هي دي بي مين؟ نيم بالشكل التالي. بعدين حعمل فصل نقوطه انتر، بعدين حاحكي له ريتير مين؟ كون كنترول ماس. وضحت الفكره؟ وضحت الفكره؟ عرفنا فانكشن، هذا الفانكشن داله مسؤوله عن الاتصال مع قاعدة البيانات. تأخذ أربع متغيرات، نقوم بتمرير أربع متغيرات لها اللي هو مين؟ اسم السيرفر، اسم المستخدم، قاعدة البيانات أو كلمة المرور للمستخدم، وقاعدة البيانات. الآن لو كل هذه البيانات صحيح حيصير عندي إيه؟ في اتصال. تمام؟ هي كنترول مع اس. هروح أعمل كمان صفحة عشان أفحص الاتصال. هاي نيو. في عندي يا جماعة بي اتش بي ويب بيج، شايفينها؟ الفرق بينها وبين بي اتش بي انه هنا بيضمن لي تاجز اتش تي ام ال، بيضمن لي في الويب بيج تاجز اتش تي ام ال. بدي اسميها اندكس بالشكل التالي، فينش. لاحظوا هيها. الان هنا ايش بدي اعمل؟ بدي اكتب هنا الصفحة بالتايتل الرئيسية. هنا أول خطوة بدي أعملها بدي أعمل استدعاء لملف الاتصال أو ملف الدوال. عشان أستدعي ملف الدوال بستخدم include. تمام؟ إيش اسم ملف الاتصال؟ او ملف الدوال داتابيس دوت بي اتش بي. واضح؟ داتابيس دوت مين؟ انتر. الان بدي احكي له اف كونكت. لاحظوا ايش جاب لي؟ اسم الداله اللي انا وين معرفها؟ في الداتابيس. ليش؟ لان استدعيت الداله، استدعيت ملف الاتصال. والله لو كان في اتصال كيكو كونكتد. ايش يعني؟ في اتصال. إلس لو ما فيش اتصال ايكو ايش يا جماعة؟ disconnected. يعني ايش؟ لا يوجد اتصال. حلو الكلام؟ تعالوا نجرب نشغل. كيف اشغل؟ بكتب لوكال هوست على ماي سايت. باي ديفولت لو ما كتبتش اندكس هياخد مين؟ الاندكس، لانه مفترض انه كل موقع ويب فيه صفحه اسمها ايش؟ اندكس. ايش جاب لي؟ هيها
كونكتد. ليش كونكتد؟ لانه اليوزر نيم بيطابق اليوزر نيم، والهوست بيطابق الهوست، والباسورد بيطابق الباسورد، واسم الداتابيس بيطابق مين؟ اسم الداتابيس. تعالوا نكتب هنا روت. انا عندي اصلا عندي يوزر نيم، لا ما عندي يوزر نيم. شوفوا ايش حيعمل هنا، ايش حكى لي؟ disconnected. ايش الغلط؟ access denied for user root، يعني اليوزر روت غير قادر على ايش؟ على الوصول. ليش؟ لانه الباسورد ايش انا حاططها؟ يس حاطط باسورد، هو ايش؟ ما عنده باسورد. فبالتالي حرجع اشيل مين؟ حرجع اشيل مين يا جماعه؟ الروت. وهيك ايش حيصير عندي؟ حيصير عندي ايش يا جماعه؟ اتصال. هيك انا في قناه مفتوحه بينه وبين مين؟ قاعده البيانات.